في البذور باخده في منطقة الشعيرات الجذرية، بشيل الجزء اللي بيبقى موجود في منطقة القمة الميريستيمية ومنطقة الاستطالة، وببدأ أخده في منطقة الشعيرات الجذرية، لأن دي منطقة زي ما اتفقنا إن هي بيبدأ يتميز فيها أنسجة الجذر الابتدائية، ما حصلش فيها نمو ثانوي، وأقدر إن أنا أشوف فيها كل الأنسجة الابتدائية للجذر بالراحة. قلنا بنزل الإبهام لتحت شوية، السبابة بيبقى أعلى منه، وببدأ إن أنا أخد القطاع بتاعي بالراحة بالموس بحيث إن هو يطلع رفيع. كل ما كان القطاع بتاعي أرفع، كل ما قدرت ان انا اميز تفاصيله تحت الميكروسكوب اكتر، كل ما كان تخين تفاصيله هتبقى مش باينه بالنسبه لي قوي. لما بمسك الموس ما تضغطش عليه، ما تتنيهوش علشان ما يطلع القطاع بتاعك مستوي. ممكن طبعا تاخد القطاع للناحيه اللي انت واقف فيها بالاتجاه ده او بالاتجاه المعاكس عادي. ما باخدش قطاع واحد، انا باخد اكتر من قطاع بحيث ان انا في الاخر يبقى قدامي فرصه لاختيار احسن قطاع انا قدرت اقطعه بالموس او اطلعه عندي واعرضه على الممتحن او افحصه تحت الميكروسكوب. بعد ما اخدت عدد من القطاعات بالشكل ده، ببدأ ان انا استخدم شريحة تكون نظيفة، وهبدأ ان انا احط عليها القطاعات. استخدام القطارة، هبدأ ان انا احط قطرات من المية بحيث ان القطاع بتاعي ما ينشفش او يلف ويبدأ ان هو يلف حوالين بعضه او الخلايا تلزق في سطح الشريحة وما اقدرش ان انا افحصه. حطيت قطرات مية، محطش كتير عشان ما بلش الميكروسكوب، وبعد كده ببدأ ان انا احط الشريحة وافحصه. ده كان شكل القطاع تحت الميكروسكوب. زي ما انتوا شايفين فيها 5 أذرع خشب واضحين جدا، ومساحة القشرة واضحة بالنسبة لمساحة القطاع. أما في الصورة التانية فهتلاحظوا إن في 6 أذرع خشب، وده تطبيق لإحدى زميلاتكم في السكشن. عشان أعمل قطاع عرضي في ساق نبات من زوايا الفلقتين، ده طبعا نبات الفول، باجي على الساق بتاعة النبات وببدأ إن أنا آخد جزء من السلمية، ما باخدش من منطقة العقدة، أنا باخد من وسط السلمية القطاع بتاعي. هاجي آخد جزء كده صغير بحيث ان هو يكون في وسط السلمية. طبعا انا ما خدتش من هنا علشان هنا هيطلع القطاع بتاعي كبير قوي، بس انا ممكن اخد من هنا عادي. هبدأ ان انا برضو بنفس الطريقة بسند القطاع على ايدي بالشكل ده بحيث ان انا يبقى صبعي لتحت ما عورش نفسي، وهاجي بالموس وابدأ ان انا اخد قطاع عرضي. واحد، اتنين، تلاتة. انا هاخد اكتر من واحد بحيث ان انا برضو اقدر ان انا اختار احسنهم وافحصهم. برضو على شريحة نظيفة هحط القطاعات. وباستخدام القطارة هضيف نقط بسيطة من المية. ثم يتم فحص القطاع تحت الميكروسكوب، فبتظهر عندنا الخلايا اللي بيتكون منها القطاع واضحة جدا، الخلايا الكولانكيمية والبرانكيمية وترتيب الحزم وشكل خلايا النخاع وتجويف النخاع اللي موجود في مركز القطاع. علشان احضر شريحة اقدر ان انا افحص فيها التركيب الداخلي لورقة نبات من ذوات الفلقتين اللي هو ورقة نبات الفول برضو، ببدأ ان انا اخد ورقة نبات بالشكل ده وابدأ ان انا اجهز عندي مكعب من البطاطس اسويه من فوق، وبعد كده هاجي افتح المكعب بالشكل ده. تمام، انا عملت فيه فتحة اهي. بعد كده هاجي اخد الورقة بتاعتي او النصل بتاع الورقة، وهاجي اخد جزء من منتصف النصل بحيث ان الجزء ده يكون بيمر بالعرق الوسطي، العرق اللي موجود في النص. انا عايز اعمل قطاع عرضي، فانا المفروض ان انا ابص على القطاع من الجزء ده،
دي خطأ كتير منكم بيقع فيه، ان هو لما بيبقى حاطط الشريحه على الميكروسكوب بيبقى حاططها كده، بيبقى القطاع بالوضع ده. لا انا عايزه القطاع واقف بالشكل ده، فهبدا ان انا اخد بس جزء صغير من الورقه بحيث ان الجزء ده يحتوي او يبقى فيه العرق الوسطي بتاع الورقه، وبعد كده هاخد الجزء اللي انا حضرته وهبدا ان انا احطه جوه مكعب البطاطس. بعد ما احطه جوه مكعب البطاطس اقدر ان انا اساوي المكعب ده مره تانية. انا محتاجه البطاطس في ايه؟ في انها بس تعمل لي دعامه، الساق او الجذر اقدر ان انا امسكه بايدي واخد فيه قطاع عرضي، انما الورقه بتبقى مش قوية ما فيهاش انسجة دعامية كتير، فمش هتبقى واقفة في ايدي بحيث ان انا اقدر اخد فيها القطاع بسهولة. فالبطاطس او الجزر او اي حاجة انا ممكن احط فيها الورقة تعمل لي دعامة، هي بس مجرد وسيلة لتثبيت الجزء النباتي اللي انا باخد فيه القطاع مش اكتر. يعني انا مش هفحص البطاطس في حاجة. هبدأ ان انا بعد كده سويت مكعب البطاطس بتاعي وما بصغره، انا بس عايزة دعامة مش اكتر. ببدأ ان انا اخد اول مرة كده الورقة، بس محتاجة صبر شوية علشان تطلع رفيع. المرة التانية اهي، تحس ان هو تخين تقدر ان انت بسهولة جدا تستبعده. وباجي على شريحة برضو بتكون نظيفة، لو الشريحة بتاعتي مش نظيفة بمسحها بورق العدسات، وببدأ ان انا احط القطاعات واستبعد البطاطس، استبعدها بإبرة التشريح او بالفرشة. اقدر باستخدام الفرشة ان انا اظبط القطاعات بتاعتي واستبعد التخين منها. واضح جدا انه اللي موجود في الطرف ده هو ارفع واحد واللي موجودين دول اتخن، فانا هبدأ ان انا افحص. انا عملتهم عشان اوريكم الفرق ما بينهم، لما يكون ارفع هيطلع اوضح. تمام، هبدأ ان انا برضو القطارة وبحط نقط بسيطة من المية. وده بيبقى شكل القطاع اللي احنا عملناه تحت الميكروسكوب، واضح فيه شكل خلايا النسيج العمادي وشكل خلايا النسيج الاسفنجي، واضح فيه الحزمة الوعائية اللي في العرق الوسطي والخلايا المحيطة بيها. الاجسام الشفافة اللي احنا شايفينها حوالين القطاع دي هي عبارة عن حبيبات النشا اللي كانت موجودة في البطاطس اللي استخدمناها في عمل القطاع.